بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، كل سنة حضركم طيبين ويا رب تكونوا بخير. هنواصل حديثنا إن شاء الله بإذن الله في السكشن الثاني. النهاردة إن شاء الله نبتدي نتكلم في خلفية نظرية عن جهاز الكمبيوتر، تعريفه، مراحل عمله، أجياله، زي بيشتغل، ولمحة بسيطة عن الأمور دي. احب قبل ما اشتغل او قبل ما ابتدي في الجو بتاع سكشن اللي هو تاخد يعني اللي هو سكشن الثاني، اقول اني في الاول بشكر الادمن علشان هو ابتدى يعمل عشان هو ثبت البوست بتاعي بتاع سكشن اللي فات. يعني هتبقى ان شاء الله باذن الله سكشن تظهر بنفس الطريقه كل اسبوع، هيبقى السكشن اللي قبل منه. اسف جدا على التاخير والله، بس القصه مساله وقت مش اكتر، وربنا يوفقنا واياكم ان شاء الله. نشكر الأستاذة RTASER على التعليق، ونشكركم جميعا يا شباب. لكن لو حد كان شايف ان في نقط او في جانب انا مش مغطيها او في طريقة كان ممكن تساعد بها افضل، بالله عليك حاول تقيم ويرد على الموضوع وتواصل معايا وقول لي ديت كويسة ديت مش كويسة عشان نحسن من الاداء، وعلشان ما نوقعش برضو في الغلطات اللي احنا اللي حضراتكم شايفينها غلط، او علشان نعدل منها. وحضراتكم طبعا اللي هتساعدوا على نجاح الموضوع ده. ماشي. المادة العلمية اللي هنتكلم فيها ان شاء الله باذن الله النهارده في على الموقع، موقع اسمه كمبيوتر تقييم الاطلس، هشير لينك ان شاء الله باذن الله على المدونه، وهشير ورد على موقع التواصل الاجتماعي. هنتكلم النهارده ان شاء الله باذن الله عن تعريف جهاز الكمبيوتر، خصائص جهاز الكمبيوتر، تصنيف الحاسبات الالكترونيه، تطور الحاسوب، لاجزاء المكونه، نظام الحاسب، وفي نقطه شرحناها في السكشن انا مش هتكلم عنها دلوقتي اللي هي خاصه بايه هو ازاي الكمبيوتر ده بيشتغل. اخذنا سنه بسيطه عن ازاي الكمبيوتر بيشتغل. في المقام الاول طبعا بنشكر حضراتكم جميعا على المداخله وعلى التعليق، وبالفعل حضراتكم كنتوا اديتوا اداء رائع جدا كل السكاشن في وضع تعريف لجهاز الكمبيوتر. من ضمن التعريفات اللي اتقالت بالفعل في السكشن، الكمبيوتر هو عباره عن كلمه مشتق من الفيرب كومبيوت بمعنى يحسب. بنعرف جهاز الكمبيوتر انه حاسب، على حاسبه الكترونيه سرعتها كبيره جدا، دقتها متناهيه الى حد كبير، بتعمل داتا بروسيسنج، بتعمل داتا ستورج، بتعمل ريتريفر للداتا لما بتطلب منها. الكلام ده كله بيتم وفق مجموعه من الانستركشنز، التعليمات، علشان ابتدي اوصل للانفورميشنز اللي اليوزر عايزها. تمام كده، ده كان تعريف ملم شويه، في تعريف كان دقيق اكتر لكن اللي داخل به قصه ميكانيكيه عمل او نظريه عمل جهاز الكمبيوتر. تعريف آلة الكترونيه بتقوم بمجموعه متتاليه ومترابطه من العمليات، مجموعه عمليات ورا بعض، زي ما يمكن يكون في البال من خرائط تدفق كده، عارفين زي خريطه كده ماشيه وبيمشي عليها بالظبط. العمليات ديت بتتم على مجموعه من الداتا، الداتا ديت بيدخلها له يوزر او بيدخلها له ايا كان، بيدخله هيومن وير. تمام، هو بيبتدي يعمل لها معالجه. المعالجه اللي بيعملها ديت بتتم ازاي؟ المعالجه اللي بيعملها جهاز الكمبيوتر بتتم عبر مجموعه الانستركشنز، التعليمات. مين اللي بيكتب الانستركشنز ديت؟ هيومن وير، اللي هم حضراتكم انا وانتوا والناس اللي هي الكمبيوتر انجينيرنج، الناس اللي بتعرف تكتب لغات برمجه. الاوامر ديت عباره عن ايه؟ عباره عن مجموعه من الاوامر. الاوامر ديت بتتصف كده حسب حاجه اسمها الجوريزم او خوارزميه، معناها طريقه عمل. تمام، يبقى زي بناء كده متكامل، بنقول له والله هنا في كذا وهنا في كذا وهنا في كذا، هو بيمشي عليه. تمام كده، الالجوريزم ديت اساسا بتكون مسبقا معموله. تمام كده، فبالتالي في حدود للقصه. طبعا ده الفرق ما بين العقل البشري والعقل الالكتروني، ان الالجوريزم ديت اساسا فيها كل الاحتمالات او فيها اساسا التايم لاين اللي ممكن يمشي عليه جهاز الكمبيوتر، وما بين كل الافكار اللي ممكن تيجي في بالك جهاز الكمبيوتر عباره عن الجوريزم. كل الافكار اللي انت بتتعامل معاها، الانترنت، السرعات العاليه، الكلام ده كله عباره عن الجوريزم، فيها كل حدود جهاز الكمبيوتر ما ينفعش يطلع بره منها، ديت اسمها الخوارزميه. تمام كده، مجموعه الانستركشنز والتعليمات دي، الاوامر والتعليمات ديت عباره عن ستيتمنتس جمل، ستيتمنتس وستيتمنت وستيتمنت وستيتمنت، عباره عن ايه؟ بتكون لي بروجرام، برنامج. مين اللي بيكتب البرنامج؟ عباره عن بروجرامر معناها بيكتب شخص بيكتب برنامج باي لغه من لغات البرمجه. جميل.
كان برضه من ضمن التعريفات اللي اتقالت انه عباره عن مجموعه من الاجهزه الالكترونيه اسمها الهارد وير بيتحكم فيها سوفت وير. طبعا مين اللي بيتحكم في السوفت وير والهارد وير؟ ذا هيومن وير، العنصر التالت. من التعريف اللي فات ومن تعريف جهاز الكمبيوتر ممكن نحط مجموعه من الخصائص. ليه بنقول ان هو جهاز سريع جدا في اداء العمليات، وبيرجع سرعه جهاز الكمبيوتر لسرعته في معالجه البيانات، والسرعه بترجع ليه الميكرو بروسيسور، سرعه دخول البيانات واسترجاع المعلومات معناها سرعه برضه في البروسيسنج المعالجه دخول وخروج، يعني القدره على تخزين المعلومات خصوصا في الفتره اللي فاتت واللي هتيجي والفتره اللي احنا فيها في ساعات عاليه جدا لتخزين البيانات، دقة النتائج، ودي اللي بتتوقف على دقة المعلومات جاست صحيح، دقة البيانات اللي انت بتدخلها له. جهاز الكمبيوتر من ضمن المميز انه هو جهاز غبي، زي لو انت دخلت له 1 زائد 1 بيساوي اي رقم تاني غير 2 اكشوالي هو هيقبل الطريقة دي. زي لو مثلا كان عندك كاميرا، الكاميرا ديت ليها، او نقول مثلا لو انت كنت التليفون بتاعك في زرار، او التاب بتاعك في زرار للباور صحيح؟ اكشوالي لو انت برمجت نظام التشغيل الموجود على التاب ده ان زرار الباور ده لما تضغط عليه يقوم بوظيفه تاني، هو هيقوم بالوظيفه اللي انت برمجتها، ولكن ده does not make sense، ده مش منطقي. وده الجزء الثاني اللي هو بتاع قصه العمليات المنطقيه والحسابيه اللي هو بيقوم بيها جهاز الكمبيوتر، معناها ان هو قابل للبرمجه، ما بيفهم يعني ايه صح وما بيفهم يعني ايه غلط، انت اللي بتحدد له الصح والغلط. انت دخلت له داتا انبوتنج صح هيمشي معاك بروسيسنج زي ما انت عايز وفق الانستراكشنز بتاعت لغه البرمجه اللي انت بتكتب بيها علشان توصل لانبوت، علشان توصل لاوتبوت او مخرج ممكن تكون حضرتك عايزه. تقليص دور العنصر البشري خاصة في المصانع التي تعمل بشكل آلي، طبعا ديت ميزة مهمة جدا، لان في حاجات دقيقة كده ما ينفعش الايد البشرية تقدر تتعامل معاها، لانها يعني مش دايما بتبقى بنفس الدقة، كما انها مش دايما ثابتة، فيها حاجات بتحكمها، فيها مشاعر، فيها اخلاق، فيها اخلاقيات، فيها ممكن تكون حالة نفسية تأثر او تساعد، يعني مش ثابتة. فقط ده كمبيوتر ما عندوش كل ده، ده عبارة عن آلة. سرعة إجراء العمليات الحسابية والمنطقية بسبب المكونات الموجودة فيه اللي بتخليه دايما يؤدي الحاجات ديت بسرعة. عمل حاسوب ممكن يشتغل دايركتلي وبشكل متواصل ومن غير تعب، طبعا مش هيومن، اللي هيومن هي اللي من صفاتها التعب. تعدد البرمجيات والبرامج الجاهزة، الحاجة ديت خلت ان نسبة كبيرة جدا من مستخدمين العالم ومنهم انا وحضرتك وحضرتك يبتدوا يتعاملوا مع جهاز الكمبيوتر من غير ما يدرسوا كمبيوتر اركيتكتشر او كمبيوتر انجينيرنج. مش شرط ان انا ادرس الحاجات ديت عشان اتعامل مع جهاز الكمبيوتر، لا، ده الامور بقت سهله جدا، خصوصا مع انظمه التشغيل المحموله اللي بالاندرويد والحاجات ديت. جاست ابلكيشن دبل كليك عليه وتلاقي الابلكيشن نزل لك من الويب ستور، وانت اصلا ما تعرفش هو نزل ازاي، ولا يهمك ان انت تعرف نزل ازاي، المهم الابلكيشن نزل على البي سي بتاعك ولا على السمارت فون بتاعك وبيشتغل وبيأدي لك وظيفه. ده اللي خلى القصه ديت الناس تستخدم جهاز الكمبيوتر بسرعه ومن غير اي مشاكل. امكانيه اتخاذ القرارات، طبعا القصه بتاعت اتخاذ القرارات ديت علشان الناس برضو ما تفتكرهاش انها ميزه من او حاجه كده قويه ولا حاجه، قصه اتخاذ القرارات ديت بتتم على اساس الخوارزميه اللي مبني بيها جهاز الكمبيوتر او اللي مبني عليها جهاز الكمبيوتر، والقصه كلها عباره عن فلوت شارت، ايوه او لا، لو ايوه لو اليوزر عمل رد فعل معين فهيترجم على ان هو كده ايوه، طالما في ايوه يبقى عندي مجموعه من الاحتمالات ان هو يعمل كذا او كذا او كذا. لو اليوزر عمل رد فعل معين فجهاز الكمبيوتر هياخد القرار، وبياخد القرار من فين؟ بياخد القرار من اليوزر، تمام؟ اليوزر هو اللي بيحدد ايه هو اللي عايزه بالظبط وهو بيمشي على الفلوت شارت بتاعته، ده جهاز الكمبيوتر. دي اسمها القدره او امكانيه اتخاذ القرار. بالنسبه للنقطه العاشره قابليه الربط والاتصال، ده طبعا القصه بتاعت النتوركينج والامور ديت اللي خصوصا زادت جدا مع انتشار انظمه التشغيل المختلفه. بالنسبه لتصنيف الحاسبات الالكترونيه عندي تصنيفات كثيره، من هنتكلم عن تصنيف واحد بس من حيث قدرتها على التخزين، من ضمنها السوبر كمبيوترز. السوبر كمبيوترز ده جهاز كمبيوتر ضخم جدا، تمام، من اقصى الحواسيب قوة تستخدمه الشركات، زي مثلا تسمع عن ناسا او مايكروسوفت او جوجل. جهاز كمبيوتر كده كبير جدا، ممكن ياخد احجام كتيره جدا، في وحدات معالجه كبيره جدا، كما انه مش عباره عن كيسه او ما شابه، لا ده عباره عن
جهاز عملاق حاجه حجمها كبير جدا، ما فيش يوزر بيتعامل معاه بكيسه، لا ده اليوزر بتاخد منه تيرمينالز، يعني بتاخد وصله للشاشه بتاعتك وبتدخل فيه انت الانبوت بتاع الكيبورد والماوس بتاعك اللي هو التيرمينال، وبتتعامل معاه هو بيبتدي يظبط لك ايه، يظبط لك رامه تشتغل عليها، يظبط لك مساحه، يظبط لك بروسيسنج، ده بيشيل عدد كبير جدا، ممكن تكون هاندردز او ثاوزندز الاف من المستخدمين على السوبر كمبيوترز. تحت منه في المستوى الثاني بيجي المين فريم كمبيوتر. المين فريم ده عباره عن جهاز كمبيوتر بنفس القصة ديت، لكن إذا كان السوبر كمبيوتر بيشيل hundreds or thousands، المين فريم ممكن يشيل hundreds بس، ممكن يشيل عدد معين من المستخدمين أقل شوية، فبالتالي إن قدراته أقل شوية من السوبر كمبيوترز، وبالتالي العدد المستخدمين بتاعه بيبقى أقل شوية. الميني كمبيوترز ما يغركش كلمة ميني معناها إن هو صغير، الميني كمبيوترز ممكن نترجمها على إنها السيرفرز، السيرفرز ديت أداء أعلى شوية من البي سي بتاعنا اللي هو الجهاز اللي إحنا بنتعامل معاه، تمام؟ لكن هو عالي شوية لأنه يعني يصلح كانه سيرفر يخدم البي سيات بتاعتنا احنا، فبالتالي القصه دي بتخلي امكانيات معالجته للداتا اكبر، ساعاته التخزينيه بتبقى اكبر وسرعته بتبقى اعلى، فبالتالي علشان هو بيتعامل مع بي سيات كتير جدا، بيتعامل مع عدد كبير من البي سيات، فبالتالي لازم تكون امكانياته اعلى من امكانيات البي سي عشان يقدر يخدم ويوزع، ده اللي اسمه ايه الميني كمبيوتر او السيرفر. بالنسبه للميكرو كمبيوتر البي سي بتاعنا احنا اللي هنتعامل معاه اللابتوب وما شابه، مش هتكلم عن طريقه العمل. بالنسبه لتطور جهاز الكمبيوتر عشان ما نطولش على حضراتكم، تطور جهاز الكمبيوتر شو ما في شيء بيتم من يوم وليله، ربنا بس هو اللي بيقول لي شيء كن فيكون. في جنس البشري عموما الحاجه لازم تمشي في مراحل معينه لغايه لما توصل للنهايه، يعني هي بس مش بتتطور، لا ده بعد التطور بتيجي انها تقضي على نفسها تماما، زي ما هنعرف ان شاء الله باذن الله لو ربنا ادانا العمر، ان زي ما الجنس البشري هو القادر على ان هو يعمل كل البروباجندا اللي احنا فيها ديت، هيكون هو نفس الجنس البشري اللي هيدمر كل القصه ديت، برضه بيحاول يوصل لاخر اخر الحاجه، فاخر الحاجه ما لهاش اخر، ربنا هو الاول وربنا هو الاخر. بالنسبه لي لما نيجي نتكلم عن تطور جهاز الكمبيوتر فاحنا بصدد الحديث عن 6 نقاط. اولا السرعه، وطن السرعه، سرعه الكمبيوتر، لما قلنا سرعة بنتكلم عن سرعة الميكرو بروسيسور. الحاجة الثانية الحجم اللي هو تناسب يعني ايه عكسي، لو السرعة عالية الحجم يقل. الحاجة الثالثة بالنسبة للتكلفة برضو عكسي، الحجم بيقل تلاقي التكلفة بتقل، مش دايما طبعا. الحاجة الرابعة بتكون دقة نتائج. الحاجة الخامسة القدرة التخزينية. الحاجة السادسة تسهيل عملية التشغيل والاستخدام. طالما كده انا بحكي في ال6 نقط دولات هما اللي بيحددوا الكمبيوتر ده مش ازاي. تمام رايح فيرست جينيريشن، الجيل الاول، هم قسمنا اجيال، جيل اول ثاني ثالث رابع. فيرست جينيريشن الجيل الاول من اجيال الكمبيوتر ده كان في الاربعينات، من منتصف القرن احنا في الاربعينات لنص الخمسينات من القرن ال20، اعتمدوا على تكنولوجيا الفي كوم تيبس. الفي كوم تيبس انا كنت عامل سيرش على جوجل ونشوف كده الفي كوم تيبس، شايفين فيكم تيوبس ديت عامله زي المصابيح، تخيل حجم المصباح ممكن تشوفه كده كبير كبير جدا، تخيل شايف، خلينا نشوف الرسمه اللي عليها الكيوريسور ده، حجم الكمبيوتر كان كبير جدا. كما ان الفيكم تيوبس ديت مصابيح بتنور، وطالما في نور يبقى في تيار، يبقى في حراره، وطالما في حراره يبقى عندك تالف، وبالتالي الفيكم تيوبس ديت كانت بتتكسر احيانا، كانت بتسخن محتاجه تبريد، دي القصة. كان بيعتمد جهاز الكمبيوتر ده على في كمبيوتر، تخيل كتير جدا، كمية كبيرة جدا، كان حجم جهاز الكمبيوتر كبير جدا عشان كان بيعتمد على الفي كوم تيوبس. والصور طبعا كتير، وشوف مقارنة شكل الفي كوم تيوبس مقارنة يعني في حجم الصباح او اكتر، زي ما احنا هنعرف مقارنة بالترانزستور فديات يعني كبيرة جدا، الترانزستور اقل منها بكتير كتير كتير يعني. اعتمد على الفيكوم تيوبس طبعا، استخدموا الزئبق في بناء الميموري، يعني القصه كلها كيمياء وفيزياء، يعني ما اعرفش بصراحه القصه بتمشي ازاي، لكن انا اقرا نقط واحاول اقول لحضراتكم تطور تاريخي يعني. طبعا كان جهاز الكمبيوتر بطيء نسبيا لان الفيكوم تيوب كانت كثيره، زي المصابيح كده. حجم جهاز الكمبيوتر كان كبير جدا، نظرا ان حجم الفيكوم تيوبس كان كبير جدا، وباعتبارها ان هي الوحده الاساسيه المكونه لجهاز الكمبيوتر، فلازم يكون حجمه كبير لان مفيش وحدات ثانيه اصغر منها. كما انها كانت بتحتاج لتبريدها مراوح واجهزه تبريد، فبالتالي كانت تكلفها غاليه. برضو بالنسبه للميموري كانت قليله. اعتمدوا على الماشين لانجوج، تخيل ماشين لانجوج بتبرمج بماشين لانجوج، الامر كان صعب جدا، فبالتالي كان في ناس كتير جدا بعيده عن المجال وبعيده عن القصه
اول جهاز ما اعرفش كان اسمه ايه، الله المستعان. الجيل الثاني من اجيال الكمبيوتر ابتدى بعد منه طبعا من منتصف الخمسينات، بعد منه اعتمد على الترانزستورز. الترانزستورز ذلك الشيء الرهيب، ذلك الاكتشاف اللي كان في القرن ده اللي هو غير مسار التكنولوجيا بالكامل. الترانزستور اساس عمل الجهاز الحاسوب. الترانزستور احتوى يعني تقدر تقول التشيب او مكون، او يعني عموما لو قلنا ان جهاز ان الانسان المكون بتاعه المكون الاساسي بتاعه الخليه في جسمه كلها، فاحنا في جسمه كله، فاحنا نقدر نقول الترانزستور والكابيسيتور وشويه واربع حاجات كده بالظبط، الترانزستور والكابيسيتور والمقاومه اللي هو الريزستور، وكان في مكون رابع كده انا مش فاكر اسمه بصراحه. هم دول عباره عن الخلايا المكونه لمين؟ لجميع جهاز الكمبيوتر بيتحدوا مع بعض عشان يدوني التشيب. التشيب او شريحه هنتكلم عنها ان شاء الله باذن الله. طيب تخيل حجم الترانزستور كان صغير جدا. الترانزستور بدل الفيكوم تيوبز طبعا حل محل الفيكوم تيوبز للترانزستور، الحجم الصغير اللي مش بيحتاج هيومن، مش محتاج ميكانيكيه، كما انه مش بينتج عنه اي حراره، كما انه حجمه صغير، فبالتالي قصه خلت جهاز الكمبيوتر اكفى واسرع وزودت من سرعته تمام، لانه اكفى بكتير من الفيكوم تيوبز. ظهر تعريف او ظهرت حاجات الاقراص المغناطيسيه اللي هي الهارد ديسك، كان مصطلح جديد يعني غير ما احنا بنتعامل معاه دلوقتي. استحدثوا لغات برمجه جديده زي الفورتران. الفورتران تقدر تقول عليها ذات مستوى العالي، ذات مستوى لغات برمجه ذات مستوى عالي، ماشي يعني مستوى عالي، ده مستوى عالي يعني قريب من مستوى الانسان، ده اللي هو بيقولوا عليه مستوى عالي. المستوى المنخفض اللي هو قريب من لغه الآل. ما بين ديت وما بين ديت بتبقى فيه لغات برمجه كتيره جدا زي الفورتران تمام. على الاقل الفورتران مقارنه بلغات برمجه احنا بنتعامل معاها تعتبر صعبه جدا، مش بقصد التعجيل، لكن عموما هي مساله مش سهله، مش بنفس مستوى بقيه اللغات يعني، لكنها افضل او اسهل من لغه الماشين لانجوج. بالنسبة للجيل الثالث، الجيل الثالث ظهرت لحاجة اسمها السكال انتجريتد. السكال انتجريتد عموما تقدر تقول عليها الدوائر التشيبستات، اي حاجة لونها اخضر وفيها شوية كلام اللي بالك فيه اسمها الرقاقات او التشيبستات. ذلك المكون اللي هو لما اكتشفوه هي عبارة عن يعني شباية كده صغيرة فيها حاجات كتير جدا زي الكيروسر واقف عليها كده، فيها حاجات كتير جدا وبتقوم بدور معين تمام. ممكن تلاقي فيها حاجات لها دخل بالذاكره، وممكن تلاقي فيها حاجات لها دخل بتنظيم التيار الكهربي وي 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 وحاجات كتير تمام. القصه ديت لما اكتشفوها وفرت على على وفرت كتير، وفرت كتير. عملت ايه؟ زودت من سرعه الكمبيوتر وزودت من اداء وادت الدقه في الاداء طبعا مقارنه بالاجيال اللي فاتت ديت. ظهرت مالتي بروسيسورز اللي هي المعالجات المتنوعه اللي هو كان بدايه اللي هو كان اسمه لو قلنا عليه دوال كور او كور تو ديو، اللي هو كان معالج ثنائي النواه بدل ما كان بروسيسور نواه واحده بيجي كور تو ديو مثلا نواتين او كده. اوبريتنج سيستمز، ظهرت انظمه التشغيل الجديده، ظهرت لغات برمجه راقيه. هو شوف بيقول كلمه راقيه زي البيزك والباسكال جس ده ناس بقليله جدا من الناس بتكتب بيزك وباسكال دلوقتي، هو بالنسبه للسيرد جينيريشن كانت حاجه راقيه تمام. فهمني يعني لكن دلوقتي في عرفنا احنا مش راقيه. ظهرت وحدات ادخال واخراج جديد. الفورث جينيريشن طبعا كان اللارج سكال انتجريشن اللي هي فائقه التكامل، وظهر الفيري لارج الفيري لارج سكال انتجريتد، وظهر لحاجه اسمها المعالجات المايكرو ولا الميكرو بروسيسورز اللي هي محور حديث بقى اللي هو احدث حاجه اللي احنا بنتعامل معاها دلوقتي. ظهرت البي سي وال وانظمه التشغيل ابتدت تتحدث اللي هي بقت الريال تايم سيستمز، انظمه التشغيل، ظهرت الاقراص المرنه، ظهرت الانظمه التشغيل اللي احنا بنتكلم عنها واللي احنا الموجودين فيها، وما خفي كان اعظم والله اعلم باللي هيحصل في المستقبل. ده بالنسبه للتطور كده لاجيال عمل جهاز الكمبيوتر. بالنسبه للاجزاء المكونه اللي جهاز الكمبيوتر، سوفت وير، هارد وير، هيومن وير تمام. انا مش هتكلم عن الهيومن وير اللي هو احنا سواء ايا كان هو مين بقى، بروجرامر او نتورك ادمنستري او اي تي او تخصصات كتير جدا مش هتكلم عنها. الهاردوير الشق ده برضه انا مش هحكي فيه، اخذنا لمحه بسيطه جدا عن اداؤه وازاي بيشتغل، يمكن بعض معلومات بسيطه عنها. الجزء اللي يهمني اللي هو السوفت وير، السوفت وير عايز اتكلم عنها
اللي هو المكون اللي مش ملموس بالايد، اللي هي البرامج اللي برمجيات، اللي هي مجموعه الانستركشنز اللي بتترجم لباينري في النهايه زي ما حضراتكم قلتوا. اللي يهمني في القصه ديت ثلاث اشكال او ثلاث تفريعات للسوفت وير، الاوبريتنج سيستمز او انظمه التشغيل. ذات وات وي ويل ستوب ات، هذا اللي احنا هنوقف عنده ان شاء الله. النقطه الثانيه بالنسبه للبروجرامينج لانجويجز، لغه البرمجه. النقطه الثالثه بالابلكيشن سيستمز، البرامج التطبيقيه او البرامج ذات الانظمه التطبيقيه. انظمه التشغيل اتكلمنا عنها وقلنا انها مهمتها في حاجتين اثنين. نظام التشغيل ده عباره عن ايه؟ نظام التشغيل ده هو الوسيط ما بيني كهيومن وير وما بين الهاردوير، اي حاجه تاتشبل اي حاجه انت ممكن تلمسها بايدك، تمام كده؟ هو اللي بيشرف ويتحكم على كل حاجه في جهاز الكمبيوتر، وده اللي بيخلي فيه مفضله ما بين اوبريتنج سيستم والتاني. في اوبريتنج سيستم بيستغل موارد الهاردوير على اعلى مستوى، وفي اوبريتنج سيستمز ممكن تهدر في الموارد ديت مقابل سياسات تانية، ممكن تكون سياسات اعلانيه تسويقيه او تجاريه، الله اعلم. بالنسبه للبروجرامينج لانجويجز، لغات البرمجه، اتكلمنا عن النقطه ديت وقلنا انها عباره عن اللغه اللي يقدر بيها المبرمجين ان هم يكتبوا برامج معينه علشان يحلوا مشكله معينه. لغه البرمجه بتتفاوت ما بينها ما بين هاي ليفل ولو ليفل، الهاي ليفل اقرب من لغه الانسان، اللو ليفل اقرب من لغه الاله. واتكلمنا في النقطه ديت عن مجموعه لغات خاصه بالويب ديزايننج والويب ديفلوبينج، وفي لغات خاصه بالجيم ديفلوبينج والجيم ديزايننج والانترنت شبك القصص الكبيره. الانظمه الابلكيشن سيستم زي مجموعه برامج جاهزه بتسهل على المستخدم ان هو يؤدي مهمه معينه، زي مثلا ادوبي سي سي او ادوبي سي اس 5، مجموعه الاوفيس او ايا كانت هي الابلكيشن انت بتشتغل عليها. اليوزر اللي هو الهيومن العادي اللي احنا بنتعامل معاه. ده كده في عجاله ايه هو اللي حصل، يعني تعريف جهاز الكمبيوتر، خصائص جهاز الكمبيوتر، تصنيف الحصول الالكترونيا، تطور الحاسب، الاجهزه المكونه لنظام الحاسب. ده تلخيص الكلام اللي احنا تقريبا قلناه في السكشن. يا رب يكون انا ما بكونش طولت عليكم، اسف جدا على التاخير في عرض الماده العلميه، مساله وقت مش اكتر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. هبقى سعيد جدا باسئله واستفسارات حضراتكم على المدونه وتحت الفيديو في اليوتيوب، اختار المكان اللي يناسبك. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.